الاخوان اللي الصحه ديالهم يعني متعبه، وكنعرف الاخوان الاخوات اللي حضروا يعني من خارج الدار البيضاء. ما غاديش نكون ثقيل يعني نطول في الكلمه ديالي، ولكن قبل ما نعطي تعقيب عام على الشهادات ولا الكلمات الطيبه والرائقه التي قيلت في حقي، اود اولا ان نشكر يعني مجلس مقاطعه معارف في شخص الرئيس اولا في شخص المكتب والمجلس والحضور ديال المجلس يعني موظفون وحضور الى اخره. و سعد الصادق يعني نيابه يعني على مؤسسه انفاس بريس يعني التمس منك ان تقبل كل موظف وكل منتخب ومنتخب واطار واطاره في المقاطعه ديال المعارف. علاش؟ لانه قبيل يعني بدء الحفل بعض الاخوان طلبوا مني تصريح صحفي، فقلت لهم لن استغرب لهذا الاحتفاء ولهذا التكريم لاعتبارين اساسيين، وهو انني اصلا يعني اوجد في المعارف التي رسخت واحد التقليد يعني على مدار عقود. يعني المعارف كانت تقريبا هي الحاضن لكل الاسماء المغربيه في كافه الحقول المعرفيه فنيه ادبيه ثقافيه سياسيه الى اخره. من هنا يعني هذا المجلس الحالي يعني هو ايضا يعني يسير على ما خطه يعني السلف، ولليقين بان القادمون ايضا سيحافظون على هذه البيضه وسيكرسون يعني هذا التقليد. والاعتبار الثاني وهو ان علي عبد الرحيم يعني هكذا يعني فلاستري بشكل مجرد يعني لا يمثل شيئا، لانه علي عبد الرحيم هو اصلا يعني مبني مع مؤسسه الا هي يعني واحد المؤسسه سواء التي بدات فيها هي جنه الاتحاد الشراكي او مؤسسه البيضاوي ومن بعد اصبحت الوطن الان وانفاس بريس. اذ بدون يعني الفريق الذي اشتغلت معه سواء في الجريده الاولى اللي هي الاتحاد الشراكي او الجرائد الاخرى التي ذكرت يعني البيضاوي والوطن وانفاس، يعني هناك فريق يشتغل وانت تستمد قوتك وتستمد يعني اسمك من هذا الفريق الذي تشتغل معه. من هنا فهذا التكريم هو تكريم ليس لعبد الرحيم الهريري بل تكريم للفريق الذي يشتغل في انفاس بريس، ومن خلال انفاس بريس هو ايضا تكريم لنساء ورجال الاعلام في المغرب. من هنا يعني حرصي والتباسي للاخ الرئيس سعد الصادق باش انه يبلغ يعني العرفان ديالي حقيا وفرضيا لكل الاخوه سواء المنتخبون او الموظفون. هذا على مستوى يعني الشق الاول. اما الشق الثاني فلا يمكنني الا ان يعني اشكر كل الاخوه الذين تناوبوا على هذه المنصه اللي في الحقيقه كانوا يعني بين قوسين يعني اطروا كثيرا في حقي، والحق انهم هم الذين يستحقون الاطراء بالنظر الى انني مدين ليس فقط للاخوان الذين تناوبوا على هذه المنصه، بل انا ايضا مدين لكل المغاربه. وقد سبق لي يعني في حدود يعني شهر تقريبا او شهر ونصف بمناسبه الذكرى ديال 8 مارس يعني كتبت واحد البوست اللي تنقول فيه بانه لو كتب لي، ولو اقول لو كتب لي ان التقي مع الله سبحانه وتعالى وسالني الله، ولو ان هذا في الغيبيات، وسالني الله وقال لي استئذني إذا فرضنا عاود نحييك من جديد، واش ممكن هاد الحياة اللي دزتي منها ملي تزاديتي حتى لدابا الآن، واش غادي أنت راضي عليها ولا ما راضيش عليها؟ وما هي العائلات وما هو الأحياء وما هي المدن وما هي المسارات التي تنوي أن أخطها لك يعني كإله لأن أنا خلقتك؟ فغنقول له ودي غتعاود تخلقني من جديد وغتخلقني مع بومي بالله رحمه بباقي الحياة، وتعاود تخلقني في الدب اللي سكنت فيه الكبيرة التي أنا ما عرفهاش في بلوصي، وتعاود تخلقني في مدرسه المدبر اللي سميتها مدرسه المعارف الحقيقه ما سميتهاش المدبر، حنا كنقولوا المدبر الله يرحمه لان سميت المدير، ونعاود نقرا في هذيك المدرسه ديال الامام علي، ونعاود نقرا في كوليج طريق، ونقرا في كوليج في الثانويه التخصصي، ونقرا في كليه الحقوق ديال الطريق الجديده. يعني ملي تلفت وانا الان يعني تقريبا يعني اموناج لانني يعني دخلت في عداد الكهرباء، يعني ملي تلفت النور تلقى هذيك 58 سنه اللي دوزت كلها كما قلت كلها ديون من عند الله يرحمه امي ومن عند الدرب ديال اللي نشأت فيه ومن عند الاساتذه اللي كبرت من عندهم، يعني من الابتدائي الاعدادي الثانوي الجامعي. علاش؟ لان هذو كلهم هما اللي عطوك المفاتيح باش انت وليتي واحد الانسان بلا قوسين يعني قادر انك تسبح في المحيط
اللي هو سميتو محيط المغرب بالتعقيدات ديالو بالمشاكل ديالو بالاحباطات ديالو بالانفصال ديالو بالاشراقات ديالو الى اخره. من هنا سيكون من اللؤم ان الانسان ينسى الجميل وينسى هاد العفان ديال هاد الناس الذين بصموا الحياه ديالك. ف يعني الاهتمام ديالي بالدار البيضاء بالخصوص يعني علاش راجع لهذا المسار الشخصي، لان بعض الاخوان غتكلموا على البرنوسي ولا ما كتكلمش على البرنوسي ديال دابا، لان الاخوان اللي تيعرفوا البرنوسي في السبعينات وفي الثمانينات راه تقريبا يعني العصر البدائي، يعني اقرب قهوه كان في روشنوار. هذا باش تعرفوا يعني حنا كنا كنشوفوا مثلا في الاقطاب ولا والو، يقال بان واحد المكان فيه الناس في واحد العصاره وكيشربوا وكيتخيلوا. هنا باش تعرفوا اي حد زمان كان جوج يعني حتى الدوله ما كانتش عندنا، اقرب مركز ديال الدوله كان عندنا في عين السبع، وحتى الدوله ما كانتش كتعامل معنا بالنديه، كانت عطينا خليفه، يعني خليفه كيحكم من عين السبع من عين السبع حتى للحدود ديال عين الحروبه، يعني بمعنى يعني حتى لو بغيتي تشوف القيد خاصك تطلع في روشنوار. يعني باش نبين لكم الى اي حد واحد الحي اللي كنا كنسكنوا فيه انذاك ماشي دابا، يعني البرنوسي دابا ماشي هو البرنوسي ديال السبعينات والثمانينات، يعني كان في قمه الاحتقار وقمه يعني التغييب من طرف الدوله، والدليل هو الانتفاضه ديال جوان 1981 التي عرفت اكبر عدد ديال المعتقلين اكبر عدد ديال الضحايا والوفيات اللي كانت في البرنوسي، لان الناس يعني ثاروا واحد الثوره اللي الحضره وصلت لواحد المستوى. فهاد يعني هاد الحي اللي نشأت فيه في هاد الظروف وفي هاد السياقات اللي شرحت لكم هي اللي ستطبع واحد تصوري للعمل السياسي والعمل المدني والعمل الصحفي. فقررت مع نفسي ان اندور نفسي واندور واوظف يعني هذاك السلاح بين قوسين الذي وهبني الله اياه، الا وهو سلاح ديال الصحافه، ان اوظفه الى جعل الكاميرا او جعل البروجيكتور شاعل فقط على المناطق الهشه في المغرب. لا تجدونني كنكتب على شي حاجه في عين دياب، واخا ما نكتبش عين دياب، ما عمرني نكتب على عين دياب، حيت احتقروا عين دياب بين قوسين يعني فوق الشبعه، يعني ليس احتقر المكان لعين دياب، لو ندور ماشي هذا القصد، ولكن اعتبر في قرارة نفسي بان عين دياب يعيش في واحد المستوى الذي لا يستحق لي ولا ليس محتاج ليا، في حين هناك مناطق في المغرب هي التي تحتاج الى صوت ضابطه او غيرها. هنا 90% من اهتماماتي ومن قراءاتي ومن تركيزي ومن ابحاثي كلهم مسلطة على هذه المناطق الهشه. علاش؟ لانني اعتبرها يعني كنت يعني احد ضحايا وعشت واحد الفتره من عمري ما كناش كنلقاو من ينوب عنا. فالان يعني بما انني يعني عندي بغينا نقولوا هاد الهبه الالهيه التي وهبني الله اياها، الا وهي انني نمارس المهنه ديال الصحافه، فاضطر ان اوظف المهنه ديالي لخدمه واحد الناس اللي عايشين بنفس العيشه اللي كنت نعيشها، ما خاصهمش يبقاو يعيشوها. ولهذا علاش الناس يعني دائما كيسولوني علاش كتبقى تكتب على هذا الشيء، علاش كتبقى دير فيديو على هذا الشيء، كنقول لهم ودي طالما ان المغرب باقي فيها شباب غنبقى نكتب عليه. نهار اللي غادي هذا الشيء اللي صار نكتب على الستينات ديال لطيفه رحفت، ولا غادي نكتب انا على سميتو السبرديلات ديال نيمار، ولا غادي نكتب، ولكن طالما ان في المغرب باقي عندنا هذا المشكل يعني غادي نبقى نكتب عليه. علاش؟ لانه مثلا ناخذ مثلا هذا البوكا ديال الطحين ديال الدار البيضاء، هذا مثال بسيط يعني، ولكن هو غني عن كل يعني اضافه، لان كيف كنقولوا الحر بالغمزه والعز بالدبزه. ملي كناخذ هذه الضاحيه ديال الدار البيضاء اللي هي منتجه للثروه اللي هي المضخه اللي حنا باش كنعيشوا جميع المغاربه من طنجه الى البوكره يعيشون براس الضاحيه ديال الدار البيضاء. الوزينات ديال الدار البيضاء كلهم كاينين في المغرب، كلهم كاينين في الدار البيضاء، وهاد الوزينات اللي كاينين في الدار البيضاء كلهم كاينين في الضواحي. عندنا البرنوسي، ملي كنقول البرنوسي كنقول البرنوسي سيدي مؤمن، لان ما كندويش انا اداريا، انا كندوي مجاليا. اذا هاد الشريط الشمال الشرقي ديال الدار البيضاء اللي هو سيدي مؤمن البرنوسي فيه 650 تقريبا وحده صناعيه، وهاد 650 وحده صناعيه تتعطيني انا كمغربي ما يعادل تقريبا 10% من الناتج الداخلي الخام ديال المغرب. ملي كنشد انا المساحه ديال البرنوسي والمساحه ديال سيدي مؤمن اجدها لا تمثل الا 0.0000% ديال التراب الوطني، في حين تضخ يوميا 10% من الناتج الداخلي الخام. كاين شي حداها تلقى مناشيد، كلنا كنعرفوا مناشيد، راه شفتوا البلاغ الاخير اللي خرج، وهو ان يعني 70% من نداءات الاغاثه ديال البوليس اللي كتجي في الدار البيضاء 70% كتجي من مناشيد.
يعني هاد المناشيط اللي كتجي فيه 70 معروف ان يعني يفترض انه واحد الحي اللي ما فيه حتى شي خدمه، ما فيه حتى شي مولد، ما فيه حتى شي حاجه، والحال ان هاد الحي المناشيط تعطيني انا كمغربي تعطيني تقريبا ما يعادل 6% من الناتج الداخلي الخام ديال المغرب. اذا ما عرفتش 6 هي 16، كندوز حداها كنلقى حي ديال الفلسفه يعطيني نفس الناتج الداخلي الخام اللي هي 6. وهنا الصدف، وهنا الصدف ان هاد الاحياء التي كما قلت هز المغرب ماشي هز الدار البيضاء، هز تقريبا 26% من الناتج الداخلي الخام، تلقاو هي الاحياء الغارقه في المشاكل، الغارقه في الاحتكار، والغارقه. حنا ما كنقولوش بان 26% من الميزانيه ديال المغرب تحط في الفلسفه، ما كنقولوش 26% من الميزانيه ديال المغرب تحط في مولاي رشيد، ماشي هذا هو القصد، ولكن على الاقل يجب ان ينعموا بقسط وينضئيل من المواليد العموميه التي ينتجونها لتحقيق ماذا؟ تحقيق واحد العيش الكريم وواحد الكرامه التي تضمن واحد الناس ما تحسش بانها في الحكم. وطالما قلت بان هاد المواضيع لا في الدار البيضاء ولا في فاس ولا في مكناس ولا في عيون ولا في خنيفره الى اخره، يعني طالما ان هاد المناطق الهشه والمهمشه موجوده، يعني طالما انني انا كصحفي البروجيكسيون ديالي غادي يبقى شاعل عليها، ولا احس باي نقص ولا احس باي احراج فهاد الباب. بالعكس، يعني احس بانني يعني هذوك الديون التي تراكمت عليا من خلال المصاري اللي قلت لكم، يعني اسددها بطريقتي حتى اذا ما التقيت الله سبحانه وتعالى اجد نفسي الباسيف مع الاكسيف ما عاد. ما غاديش نقول بانني عندي حسنات كثيره، ولكن على الاقل عندي واحد التعامل مع الله سبحانه وتعالى، ونتمنى انني نكون يعني الماتش لله. ولكن نتمنى ان شاء الله يعني هاد المسحه اللي تنقولوا يعني او هاد النظره باش كنتكلم، يعني ان نقربوا يعني المسافه ديال ردم هذا هو، ويمكن ان تردم بواحد العدد ديال الاجراءات اللي بسيطه، يعني ما تحتاجش لشي اراده زعما خارقه للعاده، او تحتاج لشي سياسات عموميه مكلفه الى اخره، يعني تحتاج فقط ان الانسان يتصنت للمجتمع ويتصنت النقد ديال الاحياء ويتصنت للمواطنين. ولا حفيظ او الحسن او سعيد ما عرفتش شكون اللي كنتكلم على انني كنريح بين الناس وكنتصنت، حيت هاد ديال تصنت الناس هي اللي خلاتني انني ملي تخرجت من الكليه، ولا ننسى ان ديك الساعه كانت العائله ديال اليسار هي المهيمنه في المجتمع، اينما هو ليس الا وتجد القيم ديال اليسار والافكار ديالو والخطاب ديالو هو السائد اكثر. فمن بين السي عبد الرحيم تفنو في مازالت الان هذه نكته بيناتنا الان، فمن بين يعني البؤر ديال النقاش اللي كانت لا في الكليه لا في التجمعات لا في الجمعيات لا في الاحزاب لا في الفروع الى اخره، هي فصل 19. انا اتكلم على الدستور الاول، يعني ما قبل الدستور 2011 عفوا. فهذا الفصل 19 كان هو مصدر اهتمام ومصدر يعني تركيز ديال النخب الاعلاميه والنخب الحزبيه والسياسيه والجامعيه، حيت حتى في الجامعه ايضا كل البحوث وكل الدراسات وكل الاجازات وكل الدكتورات كلها تقريبا ماشي كلها، ولكن واحد النسبه يعني كبيره كلها كانت مصبحه في الفصل 19. اور ملي كنقول لك انا متغروصين، ملي كنمشي نريح مع الناس في البرنوصي، ولا كنريح مع الناس في عين السبع، ولا كنريح مع الناس في مبروكه، ولا كنريح مع الناس في جو سي با مو في دار السلطان الى اخره، الناس ما كيهضروش على الفصل 19. تيهضروا ما خدامش، تيهضر ما عنديش اوبيس، تيهضر ما عنديش هذا الفاكس ولا غايه، تيهضر على الوضع الحاصل عليهم، تيهضر على انه بنتي كيتكرسوا عليها في السويطه، كيهضر على بان الفيزا باش ناخذ نشوف اختينا مهمه جدا باش نمشي عند الطعيان ولا فرنسا راه كيستخسروني الى اخره. ما عمرني سمعت شي واحد كيهضر على الفصل 19، وهذوما راه ناقص. اذا كنقولوا دير كاين واحد خلل ما في المجتمع، يعني النخب المسيره للشان العام والنخب الحزبيه والجامعيه لديها اهتمام، في حين ان يعني مشاكل الناس والانتظارات ديالهم والحاجيه ديالهم في وضع اخر. كنقول لهم كلا راه ما يمكنش لي نمشي مع هذا الجناح ديال الفصل 19، خذوا من الفصل 19، انا غادي نمشي للفصل 91. الفصل 91 هو القلوب زعما، ما بقاش نهضر على الملك والملك، الملك دار الملك دار، حيت هذا هو اللي كان عندنا علاقته سائدية في الستينات والسبعينات والثمانينات حتى تقريبا بداية التناوب. هذا هو النقاش الذي كان يؤثر كل الخطابات اللي كانت عندنا حنايا، ماشي معنى هذا انني ضد هذا النوع من الخطاب او ضد هذا النوع من هذه التحليلات او ضد نوع من هذه التركيزات، لا ليس هذا، ولكن التخمه فيه
وحشر المجتمع المغربي كله في زاوية ضيقة اللي هي فصل 19 ونسيان فصول المعاناة ديال المغاربة كما قلت ولا في التعليم في الصحة في كذا 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 إلى آخره اللي لو ركزت عليها بروجيكسيونات ديالي كأحزاب ولو ركزت عليها بروجيكسيونات ديالي كمدنيين وكجمعيات وكصحافة إلى آخره سأخرج صاحب الفصل 19 أنذاك سيضطر الى النظر لان في نهايه المطاف شنو بغينا حنا ضد 19 هو من يحسن جوده العيش ديال المجتمع المغربي ولكن بما انني ما كنتناقش في القضايا ديال المجتمع المغربي كنبقى انا البروجيكسيون ديالي شاعر على الفصل 19 يعني من هنا انا اختيار شي كنقول ان انا عندي راي صائب او عندي راي خطا ولكن قراءتي للوضع انذاك لما تخرجت من الكليه كان علي ان اختار واش نمشي في الطريق ديال الفصل 19 ولا في الطريق ديال الفصل 91 فقررت ان اختار الطريق ديال الفصل 91 واللي بقيت فيه الى يومنا هذا هو التاريخ الانصفاني. التاريخ الانصفاني هو انه الان المجتمع المغربي يعني المطلب ديالو الاساس هو هذا هو الناس باغا تمشي فاطمه ملي تخرج يتلقى لها حتى شي واحد تمشي تجيب الخضره ولا تجيب الكوبير ولا تجيب البسطه حتى واحد ما يتلقى لها المطلب ديال المعطي هو ان ولده يخدم المطلب ديال البلاديه هو انها تمشي للقنصليه ما يستقصوش عليها في الفيزا الى اخره المطلب ديال جو سي با هو حمان يمشي للسبيطار يلقى السبيطار يلقى الدواء ديالو يلقى السرير ديالو الى اخره اذا هذا هو اللي خصني نعتبر ان يعني الدور ديالنا حنا ليس فقط كصحفيين بل كل الشرفاء ديال هذا البلد هو اننا يعني نتكاتف من اجل الضغط على اصحاب يعني القرار العمومي لتصريف السياسه العموميه في خدمه هاد في خدمه هاد هاد المطاعم وكنشكركم مره اخرى انكم صمتوا ليا وكنشكركم على هذا الحفل الذي خصصتموه للانفاس في شخصي ولجسم الاعلامي في شخصي ومره اخرى سي مرشد يعني اطلب منك ان تنوب عني في تبليغ هذا يعني هذا الشكر وهذا العرفان الى الاخوان كاملين ديال المقاطعه ديال المعارف ومن خلالهم الى مجلس مدينه الدار البيضاء بارك الله فيكم